المشاكل، نتابع التفاصيل في تقرير عبد الرزاق حجي وحميد عواتي. هكذا تبدو هذه الورشة، توقف تام للأشغال بها بعدما كان من المفترض أن يسلم مشروع سوق الخضر والفواكه قبل مدة، إلا أن الحال على هذا الشكل ليستقر الأمر بالتجار على الأرصفة. درك رانا في عامين وإحنا بنسوفر وكذا لبرا، الحشاك اللي جاب خضرة تخسر، اللي هنا ما كاش السخانة. السوق هذا زنقة راي، مو سوق هذا زنقة، وراي في كراريس وغاشي والدنيا قاع متراكمة فيه هنايا ولدي، والله مو سوق هذا. السوق يرحم والديك عامين عنده هنايا، هو قاعد سبحان الله ما يخدم السوق. وين بلاد هذه اللي كيما هنايا؟ وراي وري عليا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. خصنا سوق صح كاين منها. أنا ناقصين الحقيقة شوية، وراك شوف يعني الخضرة ما كان وين تنطرح، وداخلة كراريس وخارجة كراريس. تأخر كبير في مشروع سوق الخضر والفواكه بعين صالح أرجعته السلطات المعنية لعدة أسباب يتحدث عنها الوالي المنتدب لعين صالح. الانشغال انطلقت السنة الماضية من تمويل من ميزانية البلدية، توقفنا بعد إنجاز الجزء الأول المتمثل في 15 محلا تجاريا، واصطدمنا بشيء في الحق لم يكن متوقع في بداية الأمر، وهو وجود يعني فقارة في الشارع المحاذي للسوق. فوقفنا المشروع، غيرنا التصميم. حاليا التوسعة وإعادة التأهيل تم داخل السوق، يعني أن التغطية الكاملة رايحة تشمل السوق بإذن الله تعالى في ظرف لا يتعدى 14 شهر. تأخر هذا المشروع ألقى بظلاله على المحيط، أين تحولت الشوارع القريبة لأماكن خالية من الحركة نظرا لتشوه المنظر العام ونفور السكان منها، والمنتظرين أن تجادل الوضعية حلا مستعجلا.